نبتدي ماتش الاهلي وميديا امبارح. سعيد، تعليقك على الماتش وازاي قدر النادي الاهلي ان هو ينتصر على ميدياما فنيا، بالتحديد في الشوط الثاني يمكن الاهلي كان افضل شويه. يعني خلينا نقول ان الاهلي تجاوز اصعب مراحل الموسم باعلى نتيجه ممكنه، بمعنى ان النادي الاهلي في كل سنه بيواجه منحنى بيهبط فيه لاقل مستوياته، بعد كاس العالم بالتحديد بيكون الاجهاد وكم الاصابات كبير جدا جدا، فبالتالي بيتاثر بالغيابات، ومع كل مره في دوري المجموعات النادي الاهلي بيعاني حتى الجوله الاخيره عشان يحصل على بطاقه التاهل، وبالتحديد في السنوات الاخيره كان دايما الاهلي بعيد عن صداره المجموعه، لكن هذه المرة النادي الأهلي نجح إنه مبكرا يصعد قبل الجولة الأخيرة، وكمان في موقف فيه أريحية كبيرة، فده من خلال ربما التجارب السابقة كانت مساعدة لكولر رقم واحد. طبعا. رقم اتنين بشوف إن الفجوة في المستويات السنة دي الأهلي مجموعته أسهل شوية، سهلت عليه المهمة وريحته، لكن بعد مشوار شاق بعد غيابات كتير، كل المعطيات المحيطة كانت بتقول إن أنت في موقف مأزوم شوية، قدر يديره بأفضل طريقة مارسيل كولر، كويس. فأعتقد إن الأهلي نجح يخرج من المرحلة دي بشكل جيد جدا، وحقق اللي هو عايزه. كان رايح الجزائر عايز نقطة، بعد الجزائر أنا صدقت جدا كولر في المؤتمر الصحفي لما قال إن أنا هاخد ال6 نقاط اللي جاية وهصعد في الصدارة، كان بيتكلم بثقة، ما كانش مجرد كلام للاستهلاك، فقدر ينفذ ده على الأرض ودارس وقدر فعلا الموقف بشكل كويس صحيح، يعني. وقدر يحصل على ال3 نقاط، وأعتقد أيضا هيكرر ده في القاهرة مع يانج أفريكانز ويكون في قمة المجموعة. تمام، تعليقك على المباراة قبل ما نخش ونغوص في الجوانب التحليلية وسبب تفوق الأهلي يا أبو حميد. شايف ان الاهلي طبعا امير حقق مكاسب كبيره جدا المباراه دي، المباراه طبعا اهم المكاسب ديت هو ال3 نقاط اللي خلى النادي الاهلي طبعا يعتلي طبعا صداره المجموعه وضمن التاهل رسميا للدور ربع النهائي، وشايف في مكاسب عديده جدا قدر النادي الاهلي يحققها برغم الظروف الصعبه اللي واجهها النادي الاهلي والبعثه طبعا في رحله مباراه ميدياما. فشايف ان من اهم المكاسب طبعا مصطفى شوبير كان مكسب نجم، كبير جدا مكسب كبير جدا، طبعا وبيأكد المباراه الثانيه هتقول انت قدام حارس كبير جدا، طبعا، حارس عنده شخصية، حارس عنده حضور، حارس عنده ثبات. عنده ثبات مهم جدا، وكمان في الكرات القريبة جدا شفنا رد فعل كبير، وخاصة في مباراة ميديام الغاني، وكان يعني أعتقد ليه دور كبير جدا في خروج المباراة بفوز النادي الأهلي صح. من ضمن المكاسب. وطبعا يعني مش عايز أقول من مكسب المباراة دي، يعني ياسر إبراهيم هو نجم النادي الأهلي ما في شاء الفترة الله عليه، الأخيرة ما شاء الله في خط عليه، الدفاع، وأنا جايب حالات لياسر إبراهيم تبين قد إيه هو كان هنتكلم ليه عليه دور كبير دلوقتي. جدا 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 في فوز النادي الاهلي، سواء في مباراه السوبر المصري وحتى مباراه ميديا الغاني وقبلها مباراه شباب بلوزداد، ياسر ابراهيم بيقدم الأهلي هيتأثر بغيابه طبعا، أكيد. يعني هو يعني التشخيص تقريبا شد في الخلفيه اقل حاجه ليها من 10 ل 15 يوم 3 أسابيع بالظبط، بالنسبة لي، ده ثلاثة. لو ما كانتش مزق يعني، لا هي لكن مش مزق، هي شد قوي، شد شد قوي. قوي، فيعني غيابه طبعا هيبقى مؤثر مش جدا هيلحق ماتش الزمالك خلاص. بنسبه كبيره، طبعا غيابه مؤثر جدا لان هو من افضل المدافعين في مصر حاليا او طبعا افضل مدافع في مصر صح تقريبا، صح وشايف طبعا وسام ابو علي شاركته في تلت ساعه، باين ان في عندنا مهاجم مباشر، ايوه جدا. خامه كويسه جدا، لعيب عنده سرعات، لعيب عنده جراه كبيره جدا، مزعج للمدافعين، وقدر طبعا اول مباراه ليه رسميه كان قريب جدا ان هو يسجل هدف، ودي برده من ضمن المكاسب ان انت اطمنت ان انت عندك مهاجم تاني يكون متواجد مع مودست وبقى موجود كهربا كنادي اهلي يعني. طبعا ومع وجود كهربا، وكمان في لاعب لازم اتكلم عنه كان واحد من نجوم المباراه ووجوده كان مؤثر جدا، عمرو السوليه، ما اقدرش لا انكر عمرو السولية عمل ماتش كبير عمل جدا، ماتش كبير الماتشات جدا بتاعت زمان جدا بتاعته. بالظبط، يعني حسسنا ان رجعنا عمرو السوليه، عمرو طبعا السوليه واحد من كباتن النادي مكسب الاهلي كبير للاهلي طبعا، يعني وجود عمرو السوليه ما حسناش بغياب لا مروان عطيه صح ولا اليو ديانج، فكان من نجم المباراه طبعا، هو كان مشارك في الاسيست اللي جه منه طبعا هدف طبعا. حسين الشحات، ومودست طبعا اللي هو صاحب الاسيست اصلا